مرتبه. والحقيقه طبعا يعني كلنا لامسين ان بقى مؤخرا في اهتمام ملحوظ بممارسه الرياضه للشعب كله طبعا، وبصفه خاصه اكيد الطلاب في الفئات التعليميه المختلفه وخصوصا الجامعيه منها. خطوه متاخره بس هايل ان هي حصلت، ولا ايه رايك؟ احنا بنقول يعني احنا بنعيش عصر دلوقتي متميز، ونظرا لاهتمام فخامه الرئيس بالرياضه، وما هو يقول ان الرياضه امن قومي، يبقى كل المؤسسات بتشتغل على المقوله دي. يمكن هقول ان انا صحيت على تليفون من رئيس جامعه الاقصر بيتكلم انه عايز يعمل بطوله رياضيه عنده، لان دوله رئيس الوزراء كان موجود في الاقصر، ووجه ان الرياضه تكون وسيله هقول للدعايه للسياحه. يبقى احنا بنتكلم على اعلى مستوى، والقياده التنفيذيه من دوله رئيس الوزراء بتنفذ مقوله الرياضه امن قومي والاهتمام بالرياضه. يعني ملف السياحه الرياضيه عايزين نطبقه بشكل واقعي ومستمر على الارض، ده اللي حضرتك بتقول. زي ما حضرتك قلت، زي ما الابطال بيرفعوا علم مصر يعني بيخلونا نعزف السلام الجمهوري، بيخلونا نرفع راسنا في اكبر المحافل الدوليه. ده حضرتك تابعتني الصبح بقى صح كده؟ طبعا لازم اتابعك. وبنقول كمان ان حضرتك الاغلبيه العظمى هو ده الاستثمار الحقيقي في الشعب المصري. يعني ما هم عندنا دول الصفوه، ولكن مع اهتمامنا بالصفوه، لكن القاعده العريضه ان الناس تبقى بتلعب رياضه، طلبه الجامعات بتلعب رياضه، ده هنقول الاساس لبناء شعب. طب وهنقول احنا شايفين يعني استثمار كبير في الدوله، ولكن البنى في الحجر اسهل من البنى في البشر. فالبنى في البشر، انا اقول في ناس كتير حاطه مبادئ، ولو تسمحوا لي اشكر مجموعه من الناس اللي بتدعم اتحاد الجامعات. على سبيل المثال احنا كنا بنعمل بطوله الرمايه، اما نتكلم مثلا على السبونسر في اي نادي، هو عايز يكسب ويعني يكسب النادي ويكسب طبعا. اما نتكلم مثلا واحد زي الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس، اما يدعم الرياضه الجماعيه اظن قناه السويس لها تتاثر بالايجابي او بالسلبي، ولكن هو بيطبق فكر فخامه الرئيس. يدينا مثلا صاله نادي الدنفار نعمل عليها بطوله رمايه مجانا، صاله فيها 40 حاره رمايه. فاحنا بنتكلم ونادي كامل يكون في خدمتنا، فاحنا بنتكلم في ناس بتسعى لدعم فكره الرياضه في الجامعات. رائع جدا.